بلاد الايه؟ نسوان انما ايه؟ زي ما يكونوا كانوا مستنيينها فرصة عشان يطلعوا الكبت اللي جواهم. شكلها على السرير ايه؟ تحفة. ادي اللي انت فلح فيه. انا عملت اللي عليا. شوفي بقى انت هتعملي ايه؟ دول عاملين زي قفص الطماطم اللي عاوز فرز. لازم نرمي المفعصة والمضروبة واللي صابها العفن. احنا عاوزين التقال قوي. انت هتاخدي منهم فلوس ازاي؟ شغل مخك. لا انا شغل مخي في اي حاجة تخطر على بالك. الا دي. الخطوة اللي جاية صعبة عليا. مستحيل. انت مش هتعمل حاجة. امال مين اللي هيعمل؟ واحد معرفة قديمة. صحفي من قبرص. المهم تكوني مالية ايدك منه. طبعا مالية ايدي. ما هو من النوع بتاعك بس قبرصي وبيقبض. كمان بس انا افضل بعيد ماليش دعوة. عاوز اقول لك حاجة. ملك الغابة مش هو الأسد. ملك الغابة يا حبيب قلبي هو اللي بيصطاد الأسد. والجورنال اللي أنا بحلم بيه هعمله. اطفي النور بقى عشان ورانا شغل كتير. البيت دي مش معقولة. أفكار وناس عايشة بلا مقارنة. نفتح المنهار. ياما ناس الغردلة. ياما ناس الغردلة. بتغني للأفكار وناس عايشة بلا مقارنة. اتفقت مع التاكسي ووصلك في سكتي. لا يا حبيبتي انا قاعده شويه يا دوبك خلصت السيجاره بتاعتي. يبقى خلي بالك وانت خارجه. ها ماشي عشان الجو بره ساقع قوي. ما تقلقيش. صباح على خير يا كروانه. انت من اهل الخير. الشغل مش عندك بلاش منه. انت تقعدي في البيت وانت ست الستات واي حاجه في الدنيا تكون عندك من قبل ما تطلبيها. بس والنبي بلاش عياط. والنبي اوعي تقولي كده تاني. اوعي تقولي ما فيش شغل. انا لا عايزه ابقى ست الستات ولا ست الملوك يا ستي. انا عايزه الشغل. انا ما اقدرش ابعد عن الناس وهي فرحانه وما اقدرش ما يبقاش في شغل.
وانا كنت احلم، انا كنت احلم اني مبسوطه اشوف نزالي، شفت هلالاتي، انا بقيت خمس نجوم. اول مره في حياتي اشوف الناس بتسمعني وهي بالسلطه. ربنا يباركك، ربنا يباركك ويسترك زي ما سترتيني. وقت الستر نفسه اللي هيخلق بيا. احلى تحيه من سراج معلم رجب دمشق. هدوم العز يا اغلى فرخه في المنطقه، بس احنا عاوزين نفرح معاك. وايه المناسبه بقى يا معلم فاكر؟ من غير مناسبه. الله، هو يا جدعان عيب ان الواحد يفرح من غير مناسبه؟ لا مش عيب. خلاص هي كده، انا فرحان من غير مناسبه، وعايز افرحكم معايا برضو من غير مناسبه. من غير مناسبه، من غير مناسبه، ولا حلبه ولا. ايوه يا عمنا، اوعى تفوت حد ياض ما يشربش. لو واحد ما شربش هدو على وشك ميه سخنه. يلا يا ولاد الذين يا مصيره. يبسط يا عم، عمك رجب الفرخ بيمس عليك بازازه بيره. اشرب واستمخ.